حمزة هون جارتنا خياطة شاطرة ساكنة بالدخلة أول دخلة على الشمال. أم حمزة بتخيط البناطيلة. أم حمزة بيتها من هون على الشمال آخر الشارع دغري بيت أم حمزة. أم حمزة خياطة شاطرة. ما في شك إنه أولادنا هم النور اللي بنشوف من خلال الدنيا، والهدف الأساسي لكل أم وأب بيعملوا بجد واجتهاد ليتمكنوا من توفير لقمة العيش إلهم. لكن الآباء والأمهات ما بتوقفوا عند هذا الحد وبس، بيحاولوا على قدر إمكانياتهم إنهم يحققوا أحلام وطموحات الأطفال اللي بنعتبرهم هم مستقبلنا كلنا. أم حمزة مشهورة في المنطقة بمهاراتها العالية في الخياطة، هالشغلة اعتمدت عليها كل حياتها لتغطي مصاريف العيلة. أم حمزة أرملة بتعيش مع أولادها الثلاثة وعيلتها في منزل متواضع في محافظة الزرقاء، وهي مثال حي للأم الحنون والمعطاء اللي ما بتتوانى لتكون شمعة بتحترق لتنور درب أولادها وتحقق أحلامهم المستقبلية وتشوفهم أحسن أولاد تفتخر فيهم قدام العالم كله.